جراحات السمنه في الوقت الحديث دلوقتي بقى في ترند جديد يمكن مش مطروق قوي في مصر وفي الوطن العربي، هي ان جراحه السمنه تبقى جراحه يوم واحد اللي بنسميها داي كيس سيرجري. دي بتعتمد على بروتوكول في الجراحه مستخدم منذ فتره طويله لكن ما استخدمش بنطاق واسع لسه في جراحات السمنه، اللي هو بنسميها فاست تراك سيرجري او بنسميها انهانسد ريكفري بروتوكول. البروتوكول ده بيستلزم بعض التوصيات وبعض الحاجات اللي تناسب المريض والتجهيزات الطبيه والمتابعه الطبيه بعد العمليه، بتسمح لبعض المرضى بيتم اختيارهم طبعا بواسطه الطبيب ومناقشه كل التفاصيل مع المريض وتوضيح كل الفوائد لهذا النظام، ان المريض ممكن يجري العمليه في الصبح بدري قوي ويخرج في نفس اليوم بالليل بحيث ان هو ما يباتش بره بيته، ودي طبعا بتساعد ناس كتيره قوي بيبقى عندهم بعض التحفظات على البيات في المستشفى بالنسبه لارتباطات اسريه او ارتباطات اجتماعيه، نقدر نطمن المريض ده ان احنا نقدر نعمل له هذه الخدمه اللي هي بنسميها داي كيس سيرجري. فبنحب نقول لمرضانا ان في خدمه وان داي سيرجري او داي كيس سيرجري للمرضى اللي ممكن ظروفهم تسمح طبيا ونفسيا واجتماعيا ان هم ما يباتوش في المستشفى.